اليوم في العالم فما اكثر من 4 مليارات ونص يوتيليزاتور اكتيف على الانترنت. هذاك علاش الديجيتال يمثل لك اكبر سورس دوبورتونيتي باش تربح اكثر فلوس، باش تدبر الخدمه اللي تحلم بها، والا باش تبيع لي برودوي لي سيرفيس نتاع الشركه نتاعك. لكن المشكله انه اكثر اللي جربوا يبروفيتيو من الديجيتال لقاو صعوبات وضاعوا بين توسكي تكنيك انفورماتيك لي استراتيجي نتاع الماركتينغ توسكي سوشيال ميديا اس اي او بوبليستي اون لين. زعما شنو اللي رونتابل وشنو اللي ماهوش رونتابل، شنو اللي يمشي مع المارشي التونسي وشنو اللي ما يمشيش. في ظل المشاكل هذه الكل زعما شنو الحل؟ معكم علوان عواني انتربرونور اي كونسلتان ماركتينغ ديجيتال اي فورماتور شي تالنت لاب. الحل باش تلقاوه معنا في الفورماسيون ديجيتال ماركتينغ شي تالنت لاب. في الفورماسيون هذه باش تفهم اكثر الماركتينغ ديجيتال وتفهم كيفاش تستغل وتربح منه اكثر ما يمكن، باش نشوفوا الاغلاط اللي يلزم اكتيفيتيهم تتفاداهم باش تنجم تنجح في الماركتينغ ديجيتال، تشوفوا كيفاش تعمل بوبليسيتي رونتابل على الانترنت، تشوفوا سورتو كيفاش تعمل استراتيجي ماركتينغ ديجيتال باش تضمن لك الريوسيت نتاعك ا لون تيرم. والبونوس باش نشوفوا زاده اذا كانك تحب ولا تحلم تكون انديبوندون ان طونك ماركتور ديجيتال، باش نشوفوا ايتاب بار ايتاب كيفاش تنجم تكون اكسبيرون ماركتينغ ديجيتال في الفيتور. سي فوز ايت بروفيسيونيل ولا شيف دونتربريز تحب تعمل ريفوني اون ليني ولا تقوي في الشيفر دافير نتاعك غراس الماركتينغ ديجيتال، او فوز ايت ايتوديون تحلم تولي اكسبير في الماركتينغ ديجيتال، دونك جو فوز انفيت ا بارتيسيبي ا نوتر بروشان فورماسيون ديجيتال ماركتينغ شي تالنت لاب. بور بلوس دانفورماسيون كونتاكتيونا على الباج فيسبوك تالنت لاب اي نوتر سيت ويب.